طب ماشي حلو، معانا مداخلة غاية في الأهمية الأول قبل أي حاجة مع الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يا دكتور إيهاب أهلا وسهلا بيك. مساء الفل، ومتألق دايما يا امير، ودايما بستمتع بيك، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله باذن ربنا الله. يخليك يا دكتور، أخبارك إيه؟ كله كويس؟ والله زي الفل الحمد يا لله، رب كله دايما زي الفل يا رب الحمد دايما. لله. مباراة منتخبنا بالأمس أمام موريتانيا، فوز مهم جدا، بنقترب جدا جدا من التأهل، الأمور مستقرة بالنسبة لمنتخبنا الوطني. النهاردة شوية الناس تتكلم على قصة خروج محمد صلاح من المنتخب بالتنسيق مع الكابتن حسام حسن لإراحة اللاعب، عايزين نعرف الكواليس حوالين الجزئية دي بالتحديد، لأن أنت عارف الكلام كتير جدا في الجانب ده، وليه ومش ليه، وهل اتحاد الكورة كان ليه دور في هذا التنسيق ولا لأ يا دكتور؟ عاوز اقول لك يعني الاول بنبارك طبعا لمنتخبنا المصري وصوله للنقطه التاسعه في التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه، 3 فوز سواء كان على كاب فيردي هنا في ارضنا، ثم بوتسوانا خارج الديار، وبالامس على منتخب موريتانيا. اللي انا عاوز اقوله انت شايف يا امير ان الكره الافريقيه يعني بتتقدم بصوره كبيره جدا جدا. منتخب موريتانيا بالامس تعب منتخبنا كتير، تنظيم دفاعي رائع جدا، عندهم الهجمه المرتده سريعه. شفنا برضو في تونس للاسف الشديد الاشقاء في تونس يخسروا قدام جزر القمر على ارضهم في تونس، فخلاص كره القدم ما عادش تعترف غير بالعطاء داخل المستطيل الاخضر طبعا. والتركيز خلال ال 90 دقيقه من عمر المباراه. طبعا احنا وصلنا للنقطه 9 يعني مريحنا كتير جدا. طبعا عفوا كل ان المنتخبات شاء اللي الله ورانا نقطه الثلاث ونتاهل باذن الله يعني. الله باذن الله، يعني زي ما قال كابتن حسام انا مش هم التاهل، التاهل ان شاء الله باذن الله موجود، احنا ازاي نعيد هيبه المنتخب المصري مره صح ثانيه، وازاي صح ده امر في مهم جدا. النهايه نرجع الصوره مغيره تماما للي كنا عليه في كوت ديفوار في الدوره الاخيره. لكن كابتن حسام ليه تصريح قبل كده قبل ما النهارده الموقف على طلب محمد صلاح براحته من المباراه القادمه، لما قال انا يعني منتخب مصر كل اللي موجودين لهم دور، واي واحد حتى لو غاب واحد في اللي يعوض غيابات اي نجم من نجوم الفريق، وبالتالي انا ما بعتمدش على نجم واحد في الفريق، بعتمد على التيم ككل. وده طبعا تصريح جميل جدا كابتن حسام حسن، أكيد ان انت محمد صلاح طبعا ما بيتاخرش عن منتخبنا في أكيد اي وقت من الاوقات، وعمره ما تاخر عن طلب منتخب بلاده، لكن هو طبعا حاسس بحاله برضه من الاجهاد، وانت عارف الدوري الانجليزي شغال، طبعا وطبعا التدخلات البارح كانت بعنف شديد جدا جدا، الملعب هناك ترتان برضه، هو يعني حب ان هو يريح في ظل اللي احنا فزنا بالامس ووصلنا لنقطه 9، فهو شايف راحته في المباراه بالتنسيق مع الجهاز الفني مع الاتحاد المصري لكره القدم. كان في تنسيق مع الاتحاد. اكيد في تنسيق، اوكي وطبعا القرار الاول والاخير بيبقى للجهاز الفني اكيد. وخد الكابتن حسام حسن اللي هو شايف ان مفيش مشكله خالص ان محمد صلاح يريح، وقال كمان لو اي لاعب طلب ان هو يرتاح في المباراه القادمه انا ما عنديش مشكله، لكن والله الكل يعني اي لاعب يا دكتور عايز يريح الماتش الجاي عادي ما فيش مشكله خالص. لا يعني هو قال لو في اي حد تاني كان طالب ان هو يرتاح انا ما عنديش مشكله، عندي الحمد لله وفره في النجوم الموجودين في تمام المنتخب، حتى في ظل يعني شفنا بالامس اما طلع عبد المنعم مصاب ونتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله باذن الله، احنا شفنا على طول حمدي فتحي اللي لعب في نفس المركز في مباراه بوتسوانا رجع لعب جنب رامي ربيعه، وبالتالي في عمليه تدوير كويسه جدا داخل المنتخب، الموضوع ما فيش اي شيء خالص، والكابتن محمد صلاح بنتمنى له ان شاء الله التوفيق ويكون موجود معانا في المعسكر اللي جاي ان شاء الله باذن طب الله. دكتور إيهاب، هل محمد صلاح، عشان بس الدنيا تكون واضحة بالنسبة للجمهور، هل محمد صلاح هو حالة خاصة بالنسبة للمنتخب بالنسبة للجهاز الفني، التعامل معاه بشكل مختلف عن أي لاعب آخر وعلى فكرة ده مش عيب، بس الأمور تبقى واضحة بالنسبة للجماهير، ولا الأمور ماشية إزاي بالنسبة لصلاح يعني في التعامل يعني مع الجهاز انا الفني؟ هكلمك من شيء اتفضل. انا شفت نفسي لما كنت موجود رئيس البعثه في محمد صلاح، يعني المعامله الخاصه اللي بيلقاها محمد صلاح هو معاملته لكل اللاعبين اللي موجودين في المنتخب، وازاي قادر ان هو يعني يقرب منهم جدا، يخليهم قريبين من بعض. اللاعبين اللي انضموا للمنتخب الاولمبي ازاي محمد صلاح على طول بيديهم نصايحه، ازاي الجهاز الفني مع محمد صلاح مع بقيه اللاعبين يقعدوا بعد مثلا بتناولوا الغداء او بتناولوا 10 ساعه او ساعتين يتكلموا ويستعيدوا ذكريات الكابتن حسام ويسالوا بعض الامور الخاصه بالكره، لا في ما فيش تعامل خاص لكابتن محمد صلاح، لكن محمد صلاح قائد بمعنى كلمه قائد، انا شفت أكيد بنفسي ان هو اقرب الناس للاعب المنتخب الوطني، وفي حاله من الحب الشديد جدا بتجمع محمد صلاح ببقيه لاعبي منتخب مصر، وده شيء مهم جدا. إذن كان الاتحاد مرحب جدا بفكره اراحه محمد صلاح، ما كانش فيه اي ازمه. لا احنا عندنا اهم شيء الجهاز الفني، القرار الاول والاخير احنا بننقل رغبه اللاعب، تمام واللاعب
قعد مع كابتن حسام بعد المباراه بالامس وكابتن ابراهيم حسن والجهاز بالكامل وفي الاخر كان القرار مفيش مشكله خالص راحت محمد صلاح من المباراه دي. طيب شق اخر حابب اسال حضرتك فيه وهو بخصوص تقييم الاتحاد لتصريحات الكابتن حسام حسن ما قبل المباراه تحديدا فيما يتعلق بانتخابات اتحاد الكوره وفيما يتعلق بالاتحاد الحالي حتى، كيف يقيم الاتحاد المصري لكره القدم هذه التصريحات؟ لا يعني احنا طبعا انت عارف احنا في موقف دلوقتي ما نقدرش نتكلم فيه عن انتخابات اتحاد الكوره سواء من سبقنا في اداره الاتحاد، كل اداره لها ايجابياتها ولها سلبياتها بما فيها الاداره الحاليه كمال الله سبحانه وتعالى وحده، كل واحد حاول واجتهد ان هو يصل بالكره المصريه لافضل شيء، حاول واجتهد ان هو يطور من البنيه التحتيه زي مشروع الهدف وخلافه، فكل من سبق المجلس الحالي له كل التقدير وكل الاحترام بكل تاكيد. ما اقدرش ان انا احكم على الرؤيه الشخصيه للكابتن حسام حسن، ده رايي الشخصي، ما اقدرش ان انا يعني اقول له اي او اقول له لا ولا ان انا اتكلم فيه. يعني ما كانش في حتى لوم من الاتحاد على الكابتن حسام بعد هذه التصريحات؟ لا ما نقدرش، يعني زي ما انا قلت لك ده انا الوم لو حاجه مثلا يعني، لكن ده رايي شخصي، ده رايي لو هو شخصي. حتى على الاتحاد الحالي اي شيء ما نقدرش ان احنا نلوم عليه فيه، لان احنا في فتره زي ما قلت لك ما نقدرش نتكلم، انت في فتره زي ما بيقول فتره ريبه بالنسبه للانتخابات، فما تقدرش ان انت تاخد سهم على حساب حد تاني اطلاقا يعني. طيب البعض فسر تصريحات الكابتن حسام حسن، البعض يعني قال ان ممكن يكون الكابتن حسام حسن متخوف من بعض الاشخاص بعينهم ان هم يجوا الاتحاد فيفسخوا التعاقد معاه ويمشوا الكابتن حسام حسن نفسه، وبالتالي ده هيخليني اسال حضرتك عن عقد الكابتن حسام حسن مع الاتحاد، هل العقد ده يسمح للكابتن حسام حسن ان هو يكمل المده او التعاقد بتاعه بشكل طبيعي، ولا هناك بعض البنود التي قد تتيح للمجلس الجديد فسخ التعاقد مع الكابتن حسام حسن؟ طب خليني بعيدا عن التعاقد، مدير فني ناجح فيما اسند اليه من مهام حتى الان، يعني نمسك الخشب سواء كان في تصفيات كاس العالم ما شاء الله مركز اول، تصفيات افريقيا مركز اول، حلو، مين عاقل يقول ان انا اجي اقول له لا مع السلامه؟ معلش يا كابتن، معلش يا دكتور، معلش ارد على السؤال ده ممكن؟ اتفضل. مع كامل احترامي، هناك البعض دائما احنا عندنا آفة هنا في الرياضة المصرية ان احنا ما نحبش نكمل شغل غيرنا، فيجي بقى حد جديد يقول لك اصل اللي جاب حسام حسن الاتحاد اللي قبليه فده نجاح حسام حسن هيتنسب للاتحاد اللي فات فهد وابني من جديد، دي طبيعتنا يا دكتور ايمن انت عارف. طيب انا هقول لك، احنا لما جينا هل احنا مشينا اللي كانوا موجودين الا غير بعد بطولات؟ يعني مثلا سواء كان في منتخبات الناشئين او في المنتخب الكبير كيروش يا جماعه، يعني كيروش. انا هقول لك يعني كيروش انتوا مشيتوه يعني بعد بطوله افريقيا؟ لا، اللي انا اعرفه متاكد منه تماما استاذ جمال، اعلام اعلن مرارا وتكرارا ان في فيديو كونفرنس موجود ما بينه وما بين كيروش، وكان موجود استاذ وليد العطار وهو اللي اعتذر عن استكمال المهمه وليس الاتحاد المصري، احنا كنا قاعدين على ترابيزه الاجتماعات من اجل التجديد لمستر كيروش بصفته انه واحد كان كويس جدا في الكره المصريه واضاف للكره المصريه، فما اعلمه جيدا ممكن يعني في حاجه ثانيه، لكن اللي انا اعرفه واللي اعلنه استاذ جمال علام ان الاعتذار كان من قبل المدير الفني منتخب مصر الاسبق وهو مستر كيروش، مش من خلال الاتحاد المصري. فانتوا تصرفتوا اوكي، انتوا كاتحاد حالي في التوقيت ده تصرفتوا بشكل مظبوط، حاولتوا ان انتوا تبقوا على كيروش رغم ان بعض الازمات اتصدرت له في البدايه، بس في الاخر حاولنا ان احنا نبقي على الراجل. لكن ممكن اللي بعديكوا يا دكتور مثلا ما يحبش كده، يقول لك لا انا مش انا همشي حسام حسن، خصوصا لو جه حد من القدام. التعاقد العقد موجود يا امير. ايه بقى العقد؟ ما عشان كده سالت حضرتك يا دكتور. لا ما انا مش هقول يعني هقول العقد المده بتاعته لنهايتها، طبعا كابتن حسام وكابتن ابراهيم كان لهم شيء جميل جدا في التعاقد. قال احنا مش عاوزين طرف جزائي لان ده منتخب مصر. ماشي. منتخب ده. ولما جه وقع الطرفين قال لك بلاش طرف اول وطرف ثاني، هو طرف اول مين وطرف ثاني مين؟ صح. اول طرف ثاني مصر وطرف اول حسام ابراهيم، لا احنا الاثنين طرف واحد، وكانوا متفاهمين جدا للمرحله دي، لكن اللي انا اقدر اقول ان المسانده الجماهيريه اللي موجوده طبعاً في ظل النجاحات اللي حققها حسام ابراهيم حسن، يعني اعتقد ما فيش حد يقدر يجي مع النجاحات يقول له مع السلامه اطلاقا. مفروض اطلاقا. مفروض ده تصور. نتمنى له دايما يا رب ان هو يكون ناجح، لان دي مصلحه منتخبنا ان شاء الله باذن الله تعالى. يا رب. احمد يا رب. حجازي طبعاً. هل في جديد بخصوصه؟ هل حصل اي نوع من انواع التواصل من تهدئه الامور ما بين الجهاز الفني واحمد حجازي، ولا موقف ايه بالنسبه للاعب؟ يعني انا قلت لك قبل كده يا امير واعلنت ان كابتن ابراهيم حسن في بوتسوانا قال ان باب المنتخب مفتوح للجميع ما فيش مشكله اطلاقا. ممكن الاقي في المرحله ده حجازي له دور في المنتخب، ممكن الاقي النني له دور في المنتخب، في مرحله ثانيه لا ملوش في المباراه دي، يعني زي ما شفنا في بعض اللاعبين الجدد انضموا للمنتخب، البعض الاخر استبعد من المنتخب، وباب المنتخب زي ما اعلن المدير الفني ومدير المنتخب مفتوح للجميع بلا استثناء، ما فيش اي خلاف،
ده كان خلاف في مباراه وانتهى تماما زي ما قال كابتن حسام وكابتن ابراهيم، وبالتالي قالوا يعني قبل كده ان باب المنتخب مفتوح لحجازي ولكل فرد يثبت نفسه ان احنا في حاجه ليه خلال هذه المرحله او المراحل القادمه. طيب ما اتكلمتوش خالص مع كابتن حسام عن سام مرسي ولا ما تتطرقوش لمثل هذه الجوانب الفنيه؟ لا احنا يعني الرؤيه الفنيه الخاصه بانضمام لاعب او استبعاد لاعب هي رؤيه فنيه مطلقا للمدير الفني. طيب ما اقدرش نتدخل. خليني اروح لشق اداري شويه وهو فيما يتعلق بالترتيب للانتخابات المقبله في الاتحاد. طب الانتخابات طبعا الجهاز التنفيذي هو المنوط بيها واللجنه القانونيه في الاتحاد. تم فتح باب الترشح اعتقد من يوم 10 نوفمبر الشهر القادم ان شاء الله ولمده اسبوع، والانتخابات هتجرى في العاشر من شهر 12 من شهر ديسمبر ان شاء الله. واللي انا عاوز اقوله احنا لنا ايجابياتنا ولنا سلبياتنا بكل تاكيد زي ما قلت لك الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. اذا كان قدر للبعض ان هو مكمل نتمنى التوفيق، اذا الناس كلها جديده جايه بنتمنى لهم التوفيق بالسلام والرايه، ودي سنه الحياه الكل بيكمل بعضه، وفي الاول وفي الاخر خدمه الرياضه المصريه وكره القدم في مصر هي المبتغى من اي واحد يدخل الاتحاد المصري لكره القدم. بالتالي هل سيترشح الدكتور ايهاب الكومي في الانتخابات المقبله ولا لا؟ انا لما اقول لك انا عندي النيه مش هقول لك لا. وانا قلت قبل كده النيه جايه من مطالب الجمعيه العموميه، وممكن انت لو عملت عندك تست على الجمعيه العموميه اللي لها حق التصويت في الاتحاد المصري لكره القدم، الحمد لله انا على اتصال دائم بيها من اول يوم وحتى هذه اللحظه، حتى سواء كنت موجود الفتره اللي جايه او ما اناش موجود هستمر على تواصل مع الجمعيه العموميه لان ده حق او اخوه حتى خارج الاتحاد المصري لكره القدم. كل التوفيق باذن الله. اخر سؤال، مكافئات السوبر المصري ايه موقفها بالظبط؟ عباره عن ايه؟ لا بصراحه والله انا ما عندي الارقام، انت عارف لما بحب اتكلم قد رقم موجود، فالسوبر المصري يعني ممكن اجيبها وابعتها للاعداد عند حضرتك. خلاص هنتظر حضرتك باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك، اتمنى لك كل التوفيق يا دكتور.